نقول مرحبا 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 مليون، السلام عليكم. ويانا واحد مسلح، هل مسلح؟ ادرو مسوي قبشة زين. هذا بعد ليفل كم؟ لازم يكون ليفل 3. عندني انفيدر، عندي ذيب، وعندي واحد مسلح. هل عندي شو يقدر يسوي؟ مسكين واحد بروحه ضد ذيابه، ضد كل شيء. وينه؟ راح يصير فيه ايه؟ خلنا نعقع السرير. هذا بيسوي لازمة في حياتي، والمحارب مالي رايح فيها. والحل شرد شرد انتو، لين هذا يقوم مسكين. لازم اطور سلاحه، لازم اسوي شيء، لازم. من المسكين بس اخذ الدك كله. تاخذ الدك كله مسكين. انا قاعد اسوي بوشنات والهربلست من الصبح، راعي الاعشاب هذا والطبوب، ما قاعد يسوي له شيء. شو الفايده من هاي؟ قولوا شو الفايدة منه؟ مش ما ابغى منتين، ابغى هذا تسوي له 10 من سوي 10 سوي. خلنا نشوف شو عندنا نحن. تبغى كناش، تبغى كناش، وين ساير؟ سؤال خطر اعرف، بس وين ساير؟ ويلي جاينا لين اخر الدنيا ينتقم. كفو كفو عليك والله. انزين خذينا الحين، دحين عندنا مصايب. نحن الحين عندنا مصايب، نعم عندنا مصايب. فوتر هذا ما نبغى، نبغى هذا يسوي، يسوي هذا. تريدر تعال عقب يوم يمكن حصل له سلاح، نحصل له شيء، نحصل له. شوف في دران عندنا، في حرامي كم بيضرب بروحه هذا مسكين. سؤال خلنا نسكر الخلية من الصوب. يا الله كم يداري بولي، بولي دران وايد بولي. خريتي كبيرة وهكت أمري في الحجم. التاج الرد خلنا نشوف التاجر شو عنده حقنا. بعد قاعد يحفرون المساكين، سمي اعطيتهم حفر ما يخلصون، خليهم يحفرون لين باكر، لين باكر يحفرون. انا الحين محتاج محارب ثاني الصراحة، محارب واحد ما ينفع وراي الاعشاب وهذا. انا ما اشوفه مسوي خير الصراحة، لين بتي تسوي هذا سوه. احنا عندنا هني هالسوالف بس ما حد قاعد يشيلها. توي شفت انا شي هني، اشوف ما حد قاعد يشل. جايبين العيد انتو والله. هاي توي جاي، اوكي توي رويال ابروتشز. هي
هذا النيوز ستلمنت اخرين سكي اولويز بتتش اند جو ان ايرلي دايز شال وي جيت ستارتد ود شو هذا اي ذاتس ات واو بركمليشن ريوردز اوكي شو تبع تشيرش والله متعايز عنك الصراحة ما في عدلك فترة هاز جوينت هاز جوينت هاز جوينت استوى عندنا عدد حلو من الناس ترى يعني الحين بس ان اطور هذا ابغى اسوي لي سلاح من يسوي لي سلاح لحظة انا اخاف اني جاي بالعيد ووبن هذا ستون مول خلنا نسوي ووبن شوف في احد بينا لا خلنا نسوي لنا هذا اوكي وش عندنا شيء ثاني بلاك سميث نبا من يسوي مال بلاك سميث مطرقه هذا هو نفسه يسوي بلاك سميث من يوصل ليفل 3 ان شاء الله بيسوي لنا بلاك سميث ليفل كم باقي له نشوف كم باقي له لانه يفرق وايد هو ما باقي له شيء على ليفل 3 فشو بسوي اصلا في كل الاحوال انا احتاج جدران فيا صديقي يكون صديقي مسوي لنا 30 غير ان شكل هاي ما بيكفون حق شيء بصراحة مع احترامي الشديد لك هاي الكل ما منهم مش ما منهم فايدة كل مكانهم غلط خلنا نشيلهم ونحط باب بحط هني شكلي بعيد عن المساكين هاي اللي وهقتهم انا في الباب يدار مصاب واحد احسن ولا شيء الحين حاليا احسن ولا شيء شوف اوكي موجود عندنا حصه اذا ما في حصه الحصه قريب فما بيسوي لنا مشاكل وايد لان الحصه قريب امورنا طيبه اهم شيء الحصه قريب خلنا نشل البيرز اللي هني في المزارع احسن من هالناحيه لا اسير اشل ولا اسوي ولا احطي ولا هم يحسنون زين الحين كم عامل زياده عندنا ودين احنا انا قلت لكم بخلي اربعه عندي فشو بسوي تنجب مش هو سوري اني بالزراع الاولي هذا كم ليفله ليفل 4 تنجب الى طباخ اوكي وبني بواحد من الاداد يكون عند مايند اوكي يكون اربع مايند عند اربع ها بنسوي محارب تشينج جوب سوي انت زراع يا صديقي والنيب واحد عند سبيرت ما يخاف هذا زين زين شكله هي هذا ما عنده بدي ما عنده مايند بيجيب العيد هذا انا سويت سلاح صح المفروض اني سويت سلاح هي سويت سلاح وين صار ما اعرف خلينا نسوي بيت حق هذا نسوي بيت هني قدام المزرعة شو رايكم هوم هاوس هربلست طباخ هي الطباخ ما يبغى مكان مفتوح صح الطباخ ما يحتاج مكان مفتوح فخلنا لا بنسوي له مكان مفتوح بنسوي له نفسه مال كاربتنر كله نفس البيت الحين ما في مفروض اغير الصراحة خلاص المبنى الجاي ما بسوي شو اسمه بغير شوي حطيت اسمه فوق السقف finished building save طباخ طب 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 هذا اللي كتبته طباخ build يس ستارت بيلدينج يا صديقي
يا صديقي كن صديقي. هذا يسار، هذا وصل ليفل 3 اخيرا. نسوي بلاك سميث ترابر، ما نبه هذا، ما نبه. زين من يسويه هني، هني نحط هذا وين؟ هني في البيت. ليش عندي 30 ميسن ورك؟ ربي انا سويت شيء غلط. انا بدل ما اسوي دران خليت يسوي شو اسمه ميسن ورك، مش معلم مشكلة. انا بحل على الحسبة هاي 30 وصلت النص الدرن ب 60. على الاقل نبدا نقدر نحاول طبعا على الاقل. يا ريال فكري، يا ريال بعيد. زين جين جب، انا مسوي سلاح هناك يا صديقي، انا مسوي سلاح. لو كنت عطلنا مكان احسن، والله لو كنت عطلنا كان احسن. الحين بيذبح الربع كلهم. يو على الهجوم الخايس. انا ليش ما اعطيت السمون؟ سؤال. كل حد عندي الحين قاعد يموت، بس انا قلت له خليه يولي. اوكي جبت العيد يا جماعة الخير، جبت العيد من الخاطر. انا خليت كل اللي عندي يموتون. خلاص شكلها بتنتهي السلسلة اليوم. يا الله انزين، هاي السلسلة شو انتم مو واقفين يعني؟ لا ابوكم لا ابو خلاص زعلوني الصراحة. ما عندي ولا حد عايش، عندي حد عايش انا اصلا ولا كلهم موتة؟ والله وقفولي، والله وقفولي، وقفولي. خلنا نشوف شي يبون. كل حد ميت يا جماعة الخير، وشوفوا هم اذا طايحين وحد يابهم بيعيشون، بس دام انهم واقفين هاي لو ما حد يقدر يجيبهم خلاص اعتبروا ان العالم كلها ميتة. كل احد عندي ميت. اختفوا الجوبلن، لكن الربع قام يموتون. ما اعرف شو الحل للمشكلة هاي، لكن بنشوف له حل يعني. بينا واحد الحين بنسوي محارب، بندافع عن المكان. اوكي قام يتجاتلونهم، ويعني وفي احتمال انهم شو اسمه يخيمون على الواحد بعد، واللي هو شيء عجيب. ما كنت اعرف انا هالمعلومة. في العادة اكون دبلوماسي اكثر. بشوف انا شو الحل في الحلقة الجاية، احل الموضوع من وراء الشاشات شكله. الحين خلينا نشوف، بما ان كلهم الربع كلهم ماتوا، هل بيونا الحين كلهم مرة واحدة ولا شو بيسوون؟ بشوف شو رايكم، شو تبون نسوي في السلسلة؟ تبون نحل الموضوع، ما تبون نحل الموضوع؟ تبون نكمل في السلسلة عادي، تبون نحل الموضوع بنحله. اظن اذا كان ينحل انهم وايدين الصراحة.
وبنشوف الحلقة إن شاء الله.